حقيقة مبادرة الكشف عن أورام الثدي والكشف المبكر عن أورام الثدي واحدة من المبادرات الرئاسية اللي تم إطلاقها في شهر 7 من عام 2019. بلغ عدد الترددات أو الزيارات على أماكن الفحص من خلال هذه المبادرة أكثر من 42 مليون زيارة لما يقرب من 20 مليون سيدة استفادوا من هذه المبادرة. خلال الشهر القادم احنا بنوزع عربيات الكشف التابعة للمبادرة على مجموعة من الأماكن، منها كنيسة السيدة العذراء بالتجمع الخامس، شارع جامعة الدول العربية، جامعة عين شمس، مصلحة الضرائب أمام مصلحة الضرائب العقارية بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي كومباوند ديستريكت 5 في التجمع الخامس. ده خلال الشهر اللي احنا فيه ده لنهاية شهر أكتوبر إن شاء الله. وإحنا كل شهر بنعلن عن أماكن جديدة لتمركز عربيات المبادرة. طبعا دي مش بس أماكن تقديم الخدمة، الخدمة كذلك بتقدم في أماكن كثيرة جدا من خلال الوحدات والمراكز الحضرية أو مراكز وحدات الرعاية الأساسية في المحافظات اللي مرتبطة بي كمان المستشفيات وأماكن علاج الأورام اللي موجودة في سواء مستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو مراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة أو أكثر من 13 مستشفى جامعي موجود في 27 محافظة.